FM. نور FM. بشيرة بن مراد هي جوهر الحكاية وهي حرة تونس اليوم. هي مناضلة من عائلة اشتهرت بالمهنة الثقافية التقليدية ومتمثلة أساسا في التعليم الديني والدفاع عليه من أجل المحافظة على أسس المجتمع التقليدي. تولدت بن مراد في أوت 1913 بالعاصمة تونس. نشأت وسط عائلة محافظة وعريقة، حرص والدها على تعليمها بالبيت على أيدي عدد من الشيوخ الزيتونيين، من بينهم محمد بن ناشو وفرج عباس ومحمد بوذينة. حفظت جزء كبير من القرآن الكريم، تعلمت العربية، كما زاد نالت شهادة التحصيل. انخرطت المناضلة مبكرا في العمل الاجتماعي والسياسي، مدفوعة بحس وطني جارف. خدمت وعملت على يد المساعدة لأصحابها في المقاومة ضد الاستعمار من خلال الدعم المعنوي وكذلك المادي، إضافة إلى شروحها في خدمة قضايا المرأة من خلال تأسيس الاتحاد الإسلامي النسائي. هذا كان عام 1936، واللي ضم رموز نسائية ما تقلش أهمية عليها، نذكر من بينهم أحبيبة حجوج، جليلة مزالي، نبيها بن ميلاد، نجيبة القروي، حميدة بن مراد، ونعيمة بن صالح، وتوحيدة بالشيخ. خدمة المناضلة من خلال هذه المنظمة على التوعية بأهمية تربية الفتاة في دائرة الأخلاق الإسلامية وتوجيهها نحو التعليم وبث الثقافة الإسلامية والعربية في الوسط النسائي، بالإضافة إلى تأصيل مفهوم المساواة بين الجنسين والدفع بالنساء إلى الانخراط في الحياة الاجتماعية وكذلك السياسية. ما وقفتش بن مراد بنضالها في الداخل، خدمت زادة على مساندة ودعم القضية الفلسطينية في أواخر الأربعينيات إزرة الحركة الكشافية التونسية، كما زاد ساهمت في عملية التوعية الجمعية من خلال مقالاتها الصحفية في عدد من الدوريات، من بينها مجلة المسرح إذا كان عام 1937، وزاد مجلة والدها شمس الإسلام بعدها بعام 1938. تناولت كل كتاباتها تقريبا مواضيع تهم المرأة والتربية والتعليم. من إنجازات الاتحاد تأسيس مدرسة للفتيات وتنظيم الملتقيات وجمع التبرعات الموجهة لمساندة جهود نشر العلم والتعليم، كما زاد خدمة على توثيق جرائم الاحتلال وإعانة الأرامل والعائلات المنكوبة. إضافة زاد نذكر دورها في تكوين جزء كبير من النخبة اللي حكمت تونس بعد الاستقلال عبر جمع التبرعات للطلبة التوانسة بالخارج، وكان هدفها تكوين جيل جديد قادر على قيادة البلاد. حراير تونس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في حصتكم الأسبوعية نولفا. مرحبا بالفريق وبضيوفنا الكرام اللي باش يكونوا معنا على مدى ساعتين بين الجمال والأناقة، أهم النصائح الصحية والنفسية كذلك. أحلام زميتة أمل بن سليمان في الإخراج، علي المديني في الإخراج الرقمي، محمد النورهان في الإعداد، من وراء الميكرو باش رافقكم أنا حذمي بوشيبة باش نسمعوا أغنية ياسر ياسر حلوة من اختيار أحلام زميتة فولفا مع أحلام نولفا، ومن بعديك باش نرجع لقفة الصبحية.